وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه
عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدا لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله وقلن حاشا لله